يومين تقريبا كنا بنتابع مع حضراتكم ايضا افتتاح المحور الاول من مشروع مدينه الاثاث بدمياط، مشروع وصرح عملاق وبيعزز من صناعه مصريه الحقيقه فريده ومتطوره، وكمان بيحاول يوصلها الى العالميه اكثر واكثر. ده اللي بيخلينا نتساءل عن دور وزاره الصناعه والتجاره المفترض ان هي بتقود العديد من المشروعات الصناعيه الضخمة، سواء من خلال تعديل منظومة التشريعات أو تهيئة البنية الأساسية لبعض المناطق الصناعية. ولدينا أمثال لعدد كبير من المشروعات القومية الضخمة التي من المفترض لما يتم افتتاحها والبدء أيضا أو عودة أو خلينا نقول بث الحياة فيها هيكون لها تأثير كبير جدا على اقتصاد مصر، منها مثلا مدينة دمياط للأثاث، منها مثلا مدينة الروبيكي للجلود، منها مشروع المثلث الذهبي، أيضا مشروع آخر زي مشروع جاهز بالترخيص. ما هو حجم أيضا الدعم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة؟ ده اللي هنحاول نركز عليه في هذه الفقرة بحيث تديكوا جرعة معلومات وأيضا تخيل أو رؤية الدولة لهذه المشروعات، وإمتى احنا كمواطنين نقدر نشوفها واقع وحقيقة. هيكون معنا في الاستوديو النهارده المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجاره والصناعه للمشروعات. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك وصباح الخير. طيب رمضان على الابواب خلاص. شكرا، اهلا بيك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. طيب هنتكلم عن مدينه دمياط للاثاث، بس خلينا كده قبل ما نتكلم عن هذا الملف، بس في المجمل مصر اصلا من هذه الصناعه وصل لفين؟ وزمان كنا مثلا من رواد هذه الصناعه ولا لا؟ خلينا نفهم كده بالاول مع حضرتك. لا، هو في الحقيقه طبعا احنا زمان ودلوقتي رواد في هذه الصناعه. انا يكفي ان انا اقول لحضرتك ان صناعه الاثاث في مصر بتمثل عدد العماله اللي فيها بتمثل حوالي 13% من العماله الموجوده في مصر. فده برضو مؤشر، يدي لحضرتك مؤشر قوي على ان صناعه الاثاث في دمياط بالذات بتمثل ركيزه اساسيه من ركائز الصناعه في مصر. اما من ناحيه طبعا الجوده، فاكيد طبعا الجوده بتاعه صناعه الاثاث في دمياط عاليه جدا، والعماله هناك مهره بشكل عالي. فالاثاث في مصر بنصدر قد ايه وبنستورد قد ايه يا فندم من هذه الصناعه؟ احنا الحقيقه بنصدر بحوالي 253 مليون دولار، الكلام ده كان سنه 2015 2016، وبنستورد بحوالي 365 مليون دولار. بنستورد اكتر ما بنصدر؟ دي حقيقه فعلا، وده احدى الاسباب الرئيسيه في ان احنا عندنا صناعه الاثاث، يعني صناعه قديمه وتاريخيه زي ما حضرتك بتقول، احنا رواد في هذه الصناعه. يعني طبعا هو طبعا في سبب برضو لازم نوجه اليه، ان برضو التصميمات المطلوبه في الوقت الحالي مختلفة شوية عن طبيعة صناعة الأساس في دمياط. يعني هم بيعتمدوا أكتر على المهارة والدقة والهاند ميد اللي بيستخدموها في الصناعة. النهاردة ده بره ولا هنا؟ النهاردة المودرن شوية بيتغلب. لا احنا عندنا هاند ميد. بالظبط بره. كمان حجم الإنتاج أكبر وأضخم بالظبط، وده اللي احنا هنتكلم عليه بصورة أوضح. بس خلينا كده برضو نقول للناس مع حضرتك سريعا عن مدينة دمياط للأثاث مع بعض المعلومات السريعة. بتضم 22 ورشة والمركز التكنولوجي لصناعة الأثاث، هيتم إنشاء مناطق تسويقية كبرى بتضم واحد من أكبر المعارض التسويقية للأثاث، هتوفر أكثر من 65 ألف فرصة عمل مباشر لأبناء المحافظة. من المقرر كمان أن هي هتسهم في زيادة الصادرات من الأثاث، وده اللي احنا كنا دلوقتي حالا بنتكلم عنه، واللي بلغت العام الماضي 400 مليون دولار. وزي ما الباشمهندس قال برضو أن هي بيعمل بيها 13% من إجمالي العمالة، ومن كمان المتوقع أن يصل حجم السوق المحلي من الأثاث ل 1.7 مليار دولار عام 2020. دي بعض المعلومات الهامة جدا. انه اسال حضرتك امتى نقدر نشوف مراحل المدينه مكتمله تماما، وايه اللي هيعود علينا فور اكتمالها؟ خلينا نقول طيب لو سمحت لي قبل ما اجاوب على السؤال ده، انا عايز بس اثير موضوع مهم قوي، لان اغلب المجتمع في دمياط وفي مصر بشكل عام بيسالوا ليه
ليه احنا بنعمل مدينة الاساس في دمياط بالرغم ان صناعة الاساس في دمياط ماشية كويس وفي ورش كتير ومصانع كتير. الاجابة على السؤال ده مهم قوي علشان الناس تبقى عارفة ان احنا مش بنعمل مشروع وخلاص، لا. المشروع تم دراسته على من خلال شركات عالمية كبيرة جدا علشان نوصل للشكل اللي احنا بننشئ بيه المشروع في الوقت الحالي. مدينة دمياط بتعاني من بعض المشاكل كتيرة جدا بتأثر بشكل مباشر جدا على حجم الانتاج وعلى اسلوب الانتاج وعلى تسويق المنتجات اللي عنده. الدراسة دي وضحت لنا ان احنا محتاجين ان احنا ننشئ مدينة متكاملة للأساس تغطي كل المشاكل اللي بتواجه المجتمع الصناعي في دمياط للأساس. منها مثلا عندهم في دمياط اكبر مشكلة بتواجههم ان ما عندهمش اي نوع من انواع المعارض ولا الشكل التسويقي المحترم اللي يقدر يسوق منتجهم. المعرض دايما بخارج دمياط او يضطر ينزل القاهرة او كده. بالضبط. وبعدين الـ الـ المشتري او الـ الـ اللي نازل عشان يدور على الاساس في دمياط ما بيبقاش عارف يروح فين، فبيبقى في صراعات كبيرة جدا ما بين الورش اللي موجودة هناك لان مفيش معارض اساس. فاحنا في مدينة الاساس لدمياط الحقيقة راعينا اكتر من فاكتور مهم جدا علشان نخاطر ننمو بهذه الصناعة. فكانت استراتيجية الحقيقة وزارة التجارة والصناعة انها تعمل نظام الكلاسترز او المدن الصناعية المتكاملة. ويمكن ده هنشوفه في اكتر من مشروع منهم الروبيكي مثلا. يعني ايه مدينة صناعية متكاملة او يعني ايه كلاستر؟ يعني انا بنشئ مدينة متكاملة فيها كل مؤهلات تنمية الصناعة. انا النهاردة الصانع في دمياط ما عندوش اي صناعات تكميلية خالص، يعني الزرار، التنجيد، الاكسسوارز اللي بتستخدم في الصناعات. فروعية في التصميم بتاع مدينة الاساس في دمياط ان نعمل مجموعة مصانع تكميلية تساعد على نمو الصناعة وان هو يبتدي كل حاجاته يلاقيها جنبه. مثلا مفيش مصانع مش بس تكميلية، مصانع صغيرة تخدم على المصانع الكبيرة. فاحنا هنشوف في مدينة دمياط دي عشان هنشوف الورش، هنشوف المصانع ومصانع التكميلية والمدينة اللي هيسوقوا فيها بعد كده. عندك فندق مثلا، عندك فنادق 3 كمان، ورش التدريب اللي فهمته كان هيكون في ورش او مكان تدريب. دي الاضافة اللي بتعملها وزارة الصناعة مش بس في مدينة الاساس في دمياط، في كل المدن الصناعية اللي هتعملها ان شاء الله. بننشئ مراكز تكنولوجية كبيرة زي اول حاجة اتعملت في دمياط النهاردة، وهو المركز التكنولوجي بتاع مدينة الاساس في دمياط، وبيضم اعلى درجات التكنولوجيا في المكان المطلوب لتصنيع الصناعة. و هي دي مشكلة ده حاجة كنت بتكلم عن الهاند ميد. احنا بنشتغل بشكل لا ده انا هقول لحضرتك حاجة اجمل، احلى واجمل كتير، لكن ما نقدرش نجابه الكثرة أو قوة التسويق الخارجي. لا ده انا هقول لحضرتك حاجة اقوى. يعني المركز التكنولوجي ده بيضم R&D سنتر ومكتب تصميمات هندسية للأساس الجديد. وإحنا متعاقدين الحقيقة مع أكبر شركات التصميمات الهندسية في إيطاليا إنهم يجوا يساعدوا الناس في نقل التكنولوجيا التصميمية الجديدة للأساس المطلوب في العالم كله. يقولوا الصنع بتاعنا الجديد إيه بره؟ بالظبط كده. والماتيريالز بتاعتها المستخدمة والأكسسوارز المستخدمة، الأكسسوارز دلوقتي بقى ليها فاكتور كبير جدا. حلو قوي. بتأثر في التسويق. طب أنا عايز حضرتك حاجة معلش، يعني المدينة دي مدينة دمياط للأساس، الورش اللي هتكون جواها دي كمان يعني هتضم الناس من بره هيدخلوا في المدينة دي، مش هيبقوا هم منعزلين، عشان بس الكلام يبقى واضح. هو مدينة الأساس بتاع دمياط مختلفة شوية عن الروبيكي. الروبيكي هدفها الرئيسي هو نقل الناس من مجرى العيون الى وهنيجي نتكلم عليها دلوقتي. يعني هنا مش هيبقى في نقل، دي حاجة جديدة اتبنت. لا لا مش نقل، دي اضافة للصناعة في دمياط. طب ما هل ممكن البعض يقول مثلا، انا بحاول افكر مع حضرتك، ان انتوا بنيتوا لنا مدينة جديدة لكن ما حلتولناش الازمة اللي احنا بره المدينة بنعاني منها، يعني ممكن ده سؤال جيد جدا يا فندم. سؤال جيد جدا. اول حاجه روعيت في التصميمات الهندسيه للمدينه ان ملهاش اسوار. كويس. يعني ده معناه ايه؟ ان احنا بنضم دي لمدينه الاساس في دمياط.
يعني جميع المعارض الكبيرة جدا اللي هي أكثر من 23 ألف متر اللي بنبنيها دلوقتي أو هنبنيها في المرحلة اللي جاية دي على طول، دي معارض أساس لكل المصنعين سواء اللي داخل دمياط أو اللي جوه مدينة الأساس في دمياط. في مستشفى متخصصة، مستشفى طبية ومستشفى للأطراف اللي كان أكبر مشكلة موجودة في دمياط النهاردة. في مركز مؤتمرات كبير بيتبني. لا الحقيقة التصميم الهندسي اللي هينشأ به مدينة الأساس في دمياط هيعمل نقلة كبيرة جدا في صناعة الأساس في دمياط إن شاء الله. وده لسه خلينا يمكن من هنا محرك كمان مدينة روبيكي هنا بنفس، هل هيكون بنفس المفهوم أو الكونسبت ده، بمعنى إن احنا هنشوف برضو مدينة متكاملة؟ بما ان حضرتك كنت بتقول الغرض الأساسي كان ايضا نقل، يعني الغرض الاساسي هو نقل السكان من المنطقه ونقل المدابغ من منطقه او من هذه المنطقه اللي الحقيقه اللي فيها اثار وايضا في قلب العاصمه وبالتالي بتزيد من التلوث، ناهيك بقى انه المنطقه حواليها مستشفيات كتيره منها مستشفى سرطان الاطفال واللي بيروح هناك. وانا يعني يمكن عشان اسكن قريب من المنطقه دي انا عارف حجم الضرر اللي بينتج من مخلفات المدابغ او حتى يعني نقول ما فيش سيطره للقانون بشكل حقيقي في المنطقه دي عشان تبقى فاهمين. فهل نفس مفهوم مدينه متكامله دي هيقام في روبيكي عشان تقدروا تطلعوهم ولا لا؟ والله حضرتك اثرت كل النقط الجيده جدا اللي احنا لازم نشير اليها. اولا الاول لازم نبقى عارفين ان مشكله نقل مدابغ مجرى العيون، مدابغ الجلود من مجرى العيون الى الروبيكي مشكله ازليه بقى لها اكتر من 20 طبعا. سنه تعاقب عليها وزارات كتيره قوي ولم تحل جدا، وكان في خوف خلينا نقول من اتخاذ هذا القرار بشكل حتمي، لكن حان الوقت يعني. الصراحه بس خليني برضو اشير الى شيء، ان سياده الرئيس الحقيقه بيدي دعم كبير جدا جدا للصناعه في مصر، وده سبب رئيسي في ان احنا يعني حدها ان احنا عملنا طفره كبيره خلال السنه ونص او السنتين اللي فاتوا ده في مجال التنميه الصناعيه في مصر. ايه اللي حصل؟ الحقيقه احنا اصرينا ان احنا ننجح في هذا الموضوع بعد توقف ال 20 سنه دول. فكان اول اسلوب نتخذه ان احنا نبتدي نعمل المدينه بتاعه الروبيكي على اعلى مستوى، بحيث ان انا اغري الناس، طب تعالوا يا جماعه شوف احنا مش بننقلكم في حاجه اوحش. فالوزاره الحقيقه عملت مجهود كبير جدا لحد ما انتهت من المرحله الاولى بتاعه مشروع الروبيكي اللي هي مخصصه اساسا لنقل جميع المدابغ اللي موجوده في مجرى العيون الى منطقه الروبيكي. الحقيقه الناس الصناع لما شافوا المدينه بالجوده دي بدا يبقى في توافق على النقل بشكل سريع الحمد لله. عشان برضه في الصوره، هو بالفعل اللي فاهمينه انه تم نقل او انشاء مصانع كبدايه، لكنه يعني مجرد تجربه خلينا نقول مبدئيه، لكنه ده احنا لسه في اطار التنفيذ الاولي يعني. لا 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 كده الموضوع مش مظبوط. لا الحقيقه المرحله الاولى انتهت 10 او 10 مصانع. لا يا فندم لا، امال ايه؟ مصانع المرحله الاولى تمت بالكامل. المرحله الاولى دي هتستوعب 100% من مصنعين مجرى العيون. هما كم مصنع؟ هما كم مصنع في المرحله الاولى دي مثلا؟ عدد المصانع اللي موجودين في مجرى العيون والورش الصغيره والمنشآت حوالي 1100 مصنع موجودين في مجرى العيون. في منهم كتير قوي مقفول، هيتم تعويضهم بشكل مادي لانهم مش قادرين يكملوا في واساسا كانت منشآت مقفوله. بياخدوا تعويض فوري. بياخدوا تعويض فوري وبنهد، ودي اول مره برضو تحصل في مصر. يعني اللحظه اللي بتتهد فيها المدبغه صاحب المدبغه او المصنع بياخد فلوسه على طول. اللي طالبين نقل بقى تعويضهم مبنى قصاد مبنى، دول بدانا ننقلهم بالفعل. وعندنا اول 10 مصانع نقلناهم. ما ده قصدي انه في اصبح في 10 مصانع جديده، في 10 مصانع ادينا لهم ميزه كده. هي دي المرحله الاولى؟ لا لا، المرحله الاولى هي كل المرحله الاولى. احنا هننقل ان شاء الله مجرى العيون كلها الى
الروبيكي في المرحله الاولى قبل نهايه 2017 باذن الله، اللي هي المرحله الاولى، اللي هي المرحله الاولى. يعني ده بقى المرحله الثانيه دي للتوسع. المرحله الثانيه برافو عليك، للتوسع وللصناعات التكميليه. ده بقى اللي احنا ما كناش فاهمين. وده الصناعات التكميليه. لا انا هقول لك خبر ثاني كويس، ان المرحله الثالثه اللي هي حوالي 265 فدان، وده مساحه كبيره جدا. وزاره التجاره والصناعه الحقيقه بدات تتعاقد او تتفق مع شركات تصنيع الصناعات الجلديه عشان اقدر اعمل قيمه مضافه للصناعه. وقريب قوي ان شاء الله هنوقف تصدير الجلد الخام خالص. طب احنا صناعه الجلود لو هنتكلم عنها بنستورد منها قد ايه؟ يعني مواد خام ولا تكميلي؟ لا احنا الحقيقه ما بنستوردش جلود خالص، احنا بنصدر بحدود 300 مليون دولار. مستويش الجلود ازاي؟ امال الشنط الحريمي والحاجات دي اللي في السوق؟ ما انا قلت لحضرتك ان ده التارجت بتاعنا ان شاء الله في المرحله الثالثه. أنا المرحلة الثالثة بنستورد يعني الجزم الإيطالي. احنا بنستورد طبعا منسوجات، ده في براندز معروفة بنستورد يعني طبعا. بقول لك يعني مش كتير في مصر والله. في طبعا انت اللي بتشتروا الحاجات الغالية دي. واحنا الحقيقة بصدد ان احنا نتفق مع براند نيمز كبيرة قوي بإذن الله علشان تبقى موجودة في المرحلة الثالثة، تستخدم الجلد المصري اللي هو يعتبر رقم 7 في العالم من ناحية الجودة. لا ده كلام بقى مهم، نروح لفاصل ونرجع نتكلم عن رقم 7 ده في العالم، بس بعد الفاصل سريعا نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، وكنا قبل الفصل نتكلم، يمكن ضيفنا هنا في الاستوديو مهندس ياسر المغربي كان بيقول لنا ان الجلد المصري بيصنف السابع في جودته على مستوى العالم، ودي معلومه نتوقف عندها عشان نفهم بالظبط كده. يعني مدينه روبيكي اللي بتتم، وربما يكون الموضوع دلوقتي ابعد من مدينه روبيكي، ايه اللي احنا بنعمله عشان نستفيد من قيمه رقم 7 دي، وليه مش شايفينها منعكسه على الاسواق الاوروبيه مثلا والامريكيه؟ حجم الصادرات بتاعتنا في المجال ده مشكلتنا في ايه؟ ما انا عشان كده بقول لحضراتكم النقله اللي احنا بنعملها في وزاره التجاره والصناعه عشان ننقل المصنعين اللي من مجرى العيون الى الروبيكي، دي هتبقى نقله وطفره كبيره جدا. انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا لما ننقلهم زي ما هم كده، ها الصادرات بتاعتهم هتتوسع من 300 مليون دولار اللي انا قلت لحضرتك عليها الى اكثر من 600 مليون دولار، بس احنا الحقيقه طمعانين في اكثر من كده. ده في قد ايه؟ 300 مليون؟ لا اول ما ننقلهم على طول باذن الله. بس ليه؟ الصادرات ولا الانتاج؟ لان ما هو انت ممكن يبقى عندك انتاج بس ما عندكش تشانلز للتصدير، يعني خلينا نفهم برضو من حضرتك، هل السوق في الخارج يعني بس عنده الحاجه لده او الاحتياج لده؟ طبعا السوق في الخارج عنده احتياج كبير ان احنا نصدر الجلود بتاعتنا الى الخارج، بس مش ده التارجت بتاعنا. يعني التارجت بتاعنا في الوزاره احنا طمعانين في اكتر من كده، احنا طمعانين ان الجلد المصري ما يتصدرش خالص ويتصنع كله جوه هنا في مصر، بحيث ان انا ازود القيمه المضافه عندي بشكل كبير جدا، وده اللي احنا بنسعى اليه زي ما قلت لحضراتكم في المرحله الثالثه، ان احنا بدانا نتصل ببراندات عالميه علشان يبتدوا يخشوا يصنعوا عندنا في مصر في نفس مدينة الروبيكي. يعني احنا ممكن نشوف البراندز الاسامي بتستخدم الجلد المصري؟ هم اوريدي بيستخدموا الجلد المصري على فكرة. انا يعني دي معلومة ما اعرفهاش. يعني هم يعني المصدرين للجلد المصري من مجرى العيون لاسواق ايطاليا واسواق الصين واسواق ماليزيا اللي بتصنع البراندات دي، ما بتاخدوا الجلد المصري. جلد يعني مصر طبعا جزء كبير جدا بيصدروا من الروبيك، قصدي من من مجرى العيون اصلا. ايوه اساسا ده بيدي ادفانتج كبيره قوي ان انا للبراندز انها تيجي بقى تصنعها عندي هنا. كويس. وهنبتدي بقى نديهم مميزات، لانهم طبعا عايزين مميزات كبيره، لان هم عشان يسيبوا الصين او يسيبوا ماليزيا او يسيبوا فيتنام اكبر مصنعه للجلود الطبيعيه في ده خبر يبسط سيدات مصر قوي يعني. هو انت صح؟ ما اعتقدش السعر هيقل على فكره. لا هيقل ان شاء الله. يصنع عندي في عماله اقل ويصنع في الداخل. لا بس البراندز دي بتبقى سعر هيقل علشان يرحم الرجاله شويه. 40 و60 و80 والحاجات دي نشوفها ارخص بقى.
لا هو كمان الصناعات الجلدية فيها نوهاو، احنا عايزين ننقلها مصر. يعني مش اي حذاء الواحد يقدر يلبسه عشان بيريح رجله، ده نوهاو. لا واحنا عندنا برضه الاحذية الايطالية بعض بتبقى ارقام برضه يعني. طبعا ما هو مش كل الجلد المصري بيتصدر، ما في جزء من الجلد المصري بيستخدم في صناعة الصناعات الجلدية جوه مصر برضه يعني. مش كله بيتصدر بره، ده جزء صغير اللي بيتصدر بره بالظبط. طيب نروح معاك للمحور الثاني، محور المثلث الذهبي، وبرضه يمكن ده لسه لانه في اطار طبعا العمل والمشروعات فيه بتجري وكده، لكنه عايزين نقف بحضرتك على اخر ما تم الوصول ليه. بس قول لنا الاول وفكرنا كده المشروع ايه، هو مشروع المثلث الذهبي خاصة انه بيخدم الصعيد يعني خلينا. والله المثلث الذهبي ده ان شاء الله باذن الله هيبقى قاطره من القاطرات المهمه جدا لتنميه الصناعه في جمهوريه مصر العربيه وتنميه الاقتصاد المصري بشكل عام على فكره. لان المثلث الذهبي منطقه كبيره جدا بتشكل حوالي عشر مساحه مصر، وده رقم طبعا كبير جدا. المنطقه دي اساسها التنميه الصناعيه والزراعيه والسياحيه في المكان، واهم محور فيها هو تنميه جنوب مصر. خلينا نقول ما بين قنا وسفاجه والقفصيه. قنا قفط على النيل، قنا قفط على النيل، سفاجه والقصير. سفاجه والقصير ماشي، المنطقه مربع. لا هي مثلث على شكل على نفس يعني. على نفس الطريقه ما رايك بحضرتك؟ طب معلش نقول برضو بعض المعلومات لان مهم الناس تبقى عارفه. يعني ده مفروض المثلث الذهبي ده هيوفر 350 الف فرصه عمل مباشره بالخطه الخمسيه، وتصل لمليون فرصه عمل. الغرض من تنميه المثلث الذهبي ده هو جذب السكان من جنوب مصر للمنطقه الجديده. الاستثمارات كمان بالمشروع مفروض ان هي هتبلغ 16.5 مليار دولار، والعديد والعديد من الامتيازات بصراحه المكتوبه يعني. ده انتوا جايبين المعلومات صح خالص. لا احنا لازم نعمل امال ايه، جايبين المعلومات صح خالص. بس انا عندي سؤال قبل ما نروح لمبادره مشروع الجاهز بالترخيص. يعني الناس ممكن دلوقتي بسيطة جدا تكون بتتفرج علينا وتسمعنا وتقول طيب احنا سامعين مواضيع مهمة جدا وصناعات وتصدير واستيراد وحاجات زي كده، طب هل يا جماعة ده هيأثر في المستقبل على الأسعار عندي في الداخل؟ هل هيبقى في تنمية حقيقية في الداخل؟ هل المردود هقدر أشوفه على المعيشة؟ يعني الناس دايما مستنية النتائج من كل اللي بتسمعه. ما هو يا فندم هي معادلة بسيطة جدا. أيوة. وكل الناس يعني لازم تفهمها. الميزان التجاري انا بستورد ب 80 مليار وبصدر ب 16 مليار. ففي فجوه كبيره طبعًا. جدا فجوه كبيره جدا. الفجوه دي هي اللي بتزود الاسعار. احنا بقى بنتكلم ان احنا هنبتدي نصدر او لو تزود الانتاج نسد الفجوه دي شويه بشويه يعني. نسد او تزيد الانتاج تزيد المشروعات النتيجه هيؤدي الى زياده الصادرات بشكل او باخر في نهايه. وبعدين الحقيقه سياده الرئيس مش رحمنا يعني. المشروع بيبقى يتعمل في سنتين يقول لك لا تسع شهور وبيتابع. والمشكله ان هو بيتعمل في تسع شهور. يعني في المقدره ان هو يتعمل في تسع شهور. انا بطمن الناس يعني ان هو سياده الرئيس مش رحمنا يعني. واحنا مش عايزينه يرحمكم، معلش باحترامي الشديد، احنا عايزين النهج ده على طول. بيتابع بشكل مباشر بشكل صعب يعني. طيب عشان خلاص المثلث الذهبي عباره عن ايه برضو؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ انا عارف هشرح لحضرتك. استغلال بعض المثلث الذهبي. المثلث الذهبي بس هتعملوا ايه على ارض الواقع؟ اوكي الاول سريعا كده احب اقول لحضرتك ودي برضو نقطه مهمه جدا لازم نشير اليها، لان ده تطور جديد من التطورات اللي بتحصل في مصر، ان المشروع طرح على اكبر الشركات العالميه لعمل دراسه مستفيضه اقتصاديه وفنيه واجتماعيه لوضع الدراسه دي تصور كامل للمشروع. يبقى احنا مش بنشتغل لمجرد فكره اتقالت ونازلين ننفذها، لا ده في دراسه علميه تمت خلال سنه ونص سنتين مع اكبر شركه ايطاليه لعمل تفاصيل المشروع بالحرف، وعملت خطه على 30 سنه على ست مراحل، كل مرحله خمس سنوات، كل مرحله من المراحل مدروس فيها المشروعات اللي هتتنفذ بالظبط، والاي ار ار بتاع ال
ارباح يعني الارباح المتوقعه بتاع المشروع ايه، والاستثمارات المطلوبه في كل مشروع ايه، وتفاصيله، والماده الخام هتيجي منين، وكل حاجه كل حاجه، والبعد الاجتماعي ازاي، وكل حاجه. ده مبدئيا. لما نخش بقى في التفصيل شويه على المثلث الذهبي، هو معتمد على ثلاث محاور اساسيه. المحور الرئيسي استغلال الثروه المعدنيه اللي موجوده في منطقه المثلث الذهبي او حواليها، فوسفات حجر جيري جرانيت بالظبط، المنطقه اللي الشيء بالظبط. الحقيقه احنا لوقت قريب جدا كنا بنطلع او بنستخرج الثروه المعدنيه دي دون الاستفاده منها. لا الفكر يعني الاستفاده منها، هقول لحضرتك. يعني مثلا بنطلع فوسفات ونصدره، بنطلع رخام ونصدره، بنطلع ذهب ونطلع نكرره بره، رو ماتيريال يعني، رو ماتيريال يعني. لا ده باذن الله مش هيحصل. احنا هنبتدي نطور استغلال الثروه المعدنيه اللي موجوده في المنطقه في المثلث الذهبي وحواليها، لان اللي حواليها اكتر من اللي جواها، ونبتدي نعمل الصناعات المطلوبه لاستغلال الثروه المعدنيه اللي موجوده في المنطقه. فدي اهم نقطة من النقط. كويس قوي. طب هل عشان بس الوقت ممكن اروح مع حضرتك لاخر حاجة، وهو المشروع الاخير، مشروع جاهز بالترخيص، وحضرتك في حاجة عايز تضيفها عشان بس التوقيت. نتكلم هنا عن مشروع مفروض ان هي اطلقته هيئة التنمية الصناعية، مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص. يعني احنا كانت دايما من المشاكل اللي بتواجه المصنعين ان الترخيص، فهنا بنتكلم ان المشروع التايتل بتاعه او عنوانه مشروعك او مصنعك جاهز بالترخيص. مفروض في 200 طرحة 296 مصنع جاهز على ان يكون التسليم خلال عام. ده كلام محترم جدا. من الصناعات مفروض اللي هتكون داخلة صناعات غذائية، دوائية، هندسية، نسيجية، انشطة كمان بالظبط ومتنوعه. فنفهم بقى اكتر، والشباب اللي بيسمعنا او الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، يعني انا ممكن اروح احجز ب 10,000 جنيه ويبقى عندي كده حجزت المصنع بتاعي وممكن اشغله في كل الصناعات المتنوعه دي. وخلينا نعرف، طيب يعني خلينا نعرف برضو التدريب موجود ولا لا، اهل الخبره هيكونوا بيساندوا ولا لا، يعني بشكل كامل عشان نبقى فاهمين حضرتك. لا هو الحقيقه الموضوع ابعد من اللي حضرتك بتقوليه. الحمد لله يعني احنا في الوزاره عاملين تسهيلات للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه بشكل كبير جدا. أولاً ابعد من الترخيص يعني، ابعد من الترخيص. هقول لحضرتك موضوع الترخيص، وبعدين هقول لحضرتك السؤال اللي حضرتك سالتيه اشرت اليه، الا احنا بنساعد المصنعين ازاي، مش بس بالتدريب. سريعا عشان وقت حضرتك، سريعا عشان وقت حضرتك، الموضوع بتاع مصنعك برخصتك ده طبعا موجود والناس هتلمسه بايديها، انما الموضوع ابعد من كده. وزاره التجاره والصناعه قدمت للبرلمان قانون يسهل على جميع بقى المصنعين ان هو ياخد رخصته بالاختيار. ده بقى بيتطابق على المصانع المغلقه كمان، كل حاجه فيه. كله كل حاجه كويس. يعني الموضوع بقى ابعد من مجرد مشروع صغير بنسلمه بترخيصه، لا ده الموضوع ده سيستم هنمشي عليه بعد كده على طول. بتتحدد نوع الصناعه، الاقل المخاطر بتاخد تراخيص بالاختيار، والعالية المخاطر بنبتدي نشتغل معاه علشان خاطر نديله التراخيص باسرع ما يمكن خلال اوكي 30 يوم من تقديم. هتقول لي طيب ما انت هتصنف كل المصانع على انها درجة المخاطر بتاعتها عالية. لا انا بطمن حضرتك ان 80% من الصناعات مصنفة النهاردة على درجة اقل من المخاطر اللي اقدر اديله بيها الترخيص بمجرد الاختيار. فالموضوع ابعد من مصنعك كمان برخصتك، لا ده احنا ان شاء الله ده هيبقى سيستم شغال بشكل كبير. والله يا مساهل باشمهندس ياسر، يعني ملف المصانع ده كان ملف معقد جدا، فحضرتك بتدينا امل فيه. تاني كمان لانه كنا نفسنا نتكلم عن مصانع متعثره كمان، لكن الفتره القادمه ان شاء الله اكيد هيجمعنا لقاء تاني. شكرا ان شاء الله جزيلا، بشكركم مشاهدينا. بعد الفاصل هنروح معاكم لايضا موضوع اخر، وكيفيه تربيه الاطفال في مرحله رياض الاطفال.